نخش على صندوق الدنيا. صندوق الدنيا مليان حاجات كتير جدا. أنا عايزة أسأل، هو إيه مفهوم حضرتك عن الجمال؟ غير بقى جمال الطبيعة وجمال الوطن وجمال الأخلاق وكده، هل في جمال يخص السيدات وجمال يخص الرجال؟ يعني هل في سمات كده بتميزهم عن بعض؟ طبعا هل أنت مع فكرة إنه الجمال هو هنا بقى اللي يتكلم ونعمله مسابقة فعلا؟ انت بتتكلم عن مسابقات ملكات الجمال. تمام. يعني انا مش من انصارها قوي، لانها الحقيقه كلها يعني هكس فاكس. يعني ما بتحققش الهدف منها لا، مثلا؟ هكس فاكس، ومعاييرها انا مش معترف بيها، وبالتالي نتائجها مش معترف بيها، لكن هي حاجات بتتعمل من اجل المشاريع الاقتصاديه، يعني مشروع كده المنظمين زي بيعملوه عشان مثلا مشروع سياحي يعني، ده هنا كده. هو مشروع من اجل الفلوس ماشي، من تمام. اخر يعني. فبالتالي وسبونسرز ورعايات وشغل، ويعني كلام بيزنس اكتر منه فكره البحث عن الجمال دي، لانه يعني مين اللي يقول ان في معيار للجمال بجد؟ خصوصا الجمال، هتقولي جمال خارجي ولا جمال داخلي؟ وهتقولي الجمال الابيض ولا الجمال الاسمر؟ وهتقولي الجمال الطويل ولا الجمال القصير؟ والجمال الرفيع ولا الجمال التخين؟ ايوه. وهتقولي الجمال بانهي ذوق؟ انا اللي اشوفه جميل انت ممكن ما تشوفوش جميل، واحنا بنبقى ثلاثه رجاله قاعدين، واحده معديه، واحد يشوفها حلوه واثنين يقولوا له ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده، والعكس بالعكس، والستات كذلك، تشوفيني وسيم وواحده ثانيه تقول لك ايه السخافه دي والسماجه دي. مفيش مقياس ومفيش معيار. فكره المسابقه على الاجمل كلام عمري ما اقتنعت بيه. طب ايه بقى الموضوع؟ اول محجبة في مسابقة ملكة جمال مصر تثير جدلا واسعا. إيه، ما كنتش متوقعة النقد. اول محجبة في تاريخ مسابقة ملكة جمال مصر، مش بالشكل، ما ينفعش نحكم على الانسان من لبسه. انا عايزاك تشوف الصورة بتاعتها. هي بنوتة جميلة طبعا، عمرها 28 سنة، طبيبة في الدم والأورام، وهي قبل كده ما كانش بيتفتح باب انه يبقى يعني يبقى فيه محجبات، لكن اول ما اتفتح الباب ده قالت طب خلاص انا عايزه اقدم واشترك، وتم اختيارها تبقى الوصيفه الثالثه. وبتقول انه انتوا يا جماعه الوحيده المحجبه اللي تم اختيارها وتفوز في المسابقه بلقب تتعرض للانتقادات، في حين انه على الصعيد الاخر كان بيتم انتقاد المتسابقات بسبب العري وارتداء المايو واللبس المفتوح، ولكن ما ينفعش نحكم على الانسان من لبسه. ايه رايك في الحدوته دي؟ انا هسالك سؤال اتفضل. واحترم رايك ايا كان. انت عندك بنات؟ أكيد طبعا. عندك بنوته؟ عندي بنات. أه عندك بنت؟ أيوه. طيب سنها كام سنة؟ لا، عندي 22 وعندي 9، ما شاء الله ما يبانش عليها خالص. وعندي سوسة سوسة ودورومة، ما يبانش عليها خالص إن عندها ولاد كبار كده، بسم الله وعندي الله أكبر 5 سنين. يعني. طيب البنوته الحلوة بنتك اسمها إيه؟ حنين. حنين عندها 22 سنة. ربنا يفرحك بيها يا رب وينجحها. تحب إنها تشترك في مسابقات ملكات الجمال؟ بص، هي وجهة نظري. انا بسألك انت. ما انا وجهة نظري هي لو تحب انا هخليها. هتخليها تشترك؟ لو هي حابه وعارفه ابعاد الموضوع. ماشي. خلاص؟ انا قلت لك هحترم ايه؟ رأيي. رأيي. انا رأيي العكس تماما. انا لو بنتي جت قالت لي يا بابي او يا بابا او يابا، ايا كان المستوى الثقافي يعني والاجتماعي، وقالت لي بابا انا عايز اشترك، حتى لو هي حلوه وتصلح بمقاييس اللي بيعملوها يعني، وقالت انا عايز اشترك في مسابقه ملكات الجمال، هقول لها لا. هتقول لي ليه؟ هقول لها ايه؟ ايه؟ ما ترخصيش نفسك. لا تطلعي على مسرح والناس تقعد تبص لك من فوق لتحت، ولا حد يملك انه يقيمك، ولا حد يملك انه يقول ان انت جميله ولا مش جميله، ولا ينفع تقعدي تتقصعي يمين وشمال بمايو ولا فستان ولا بتاع، وروني جمال خطوتي وروني جمال حركتي وانا مش عارف كذا. الانسان بكفاءته وجودته وشخصيته وانتاجيته في الحياه، انا مهم عشان بعمل ايه، مش عشان جمال خطوتي اللي على المسرح، ولا عشان ربنا خلقني حلو ولا معنى كده ان اللي مش حلوين يروحوا ينتحروا،
فيبقى لازم يبقى في مسابقه ملكات الايه؟ الاخلاق والادب والثقافه والعلم. لكن للاسف دول ما لهمش ميزان وما بيجيبوش فلوس. لكن اللي بيجيب فلوس اللي هو الـ الازياء الشعر المكياج. وصلت وجهة نظري؟ اه بس انا بقى عايزه اقول لك انت حر على فكره. لا وانا عايزه اقول بس ده رايي انا المتواضع. انا بقول ان انا ما رخصت بنتي لا ما انا عشان اطلعها تتوزن جمالا. لا ما انا هقول بقى الوجه الاخر من التقييم. حاجه قيمت بطريقتك في وجه اخر. احنا هنا المفروض في مسابقات الجمال دي بيبقى شامل ثقافتها وعلمها وفنها لو هي عندها موهبه في اي حاجه ما بالاضافه لشكلها ولياقتها. لان الانسان حضرتك اول ما تطلع على الشاشه بتظبط نفسك. بيعملوا بيهم ايه يا ماي؟ المفروض انه ده بيعمل دعم للبنات ضمن مشروع خيري هي بتعمله وبتدور بيه بقى حوالين العالم. ده فكر الجمال بالفكر والثقافه والعلم، ما بقاش الفكره السطحيه اللي هي شكلها ومنظرها. شفت مين عمل كده؟ انا بقول ده الاصل. ما انا بقول لك شفت مين عمل كده. انا بحكي مسابقه الجمال هي ايه؟ تبقى من بره ومن جوه. ده الصح. انا بالنسبه لي بره. لا لانه حضرتك مرة شايف انه الكيان مش معمول بالشكل الواجب. أو مش واخد الشكل الهدف منه أساسا. أنا بقول لك هدف أنا شايف إن هو فيه تقليل من شأن وقيمة المرأة. ما هو عشان حضرتك مش شايف فيه إنتاج ليه حقيقي. يا أستاذة اتفضل معاك. بعيدا عن بيتعمل بيه إيه؟ أيوه يعني خلاص أنت بتقولي دلوقتي اللي ممكن بقى تلف العالم وتعمل. بس أنا بقول لك ما بيحصلش. بس سيبي ده على جنب. ده الأصل. ماشي مش مهم. سيبي ده على جنب. أيوه فكرة إن المرأة تطلع على المسرح كسلعة دي أنا ما بحبهاش. ماشي أوكي. انا المرأة بالنسبة لي اقيم من انها تبقى منتج واقف قدامي كده وانا قاعد بتفرج من فوق. اه لا والله بصوا مش... ايه يا جماعة ده عيب قوي. على فكرة المصيبة انيل في حاجة الزبالة اللي اسمها ميس ولا مستر يونيفرس ده ولا مستر اللي هو العكس بس اولاد. احنا وصلنا لمرحلة بشعة واللي واقف بص الواد ماشي ايه وجاس وعامل ازاي وبتاع وحاجات من دي. دي مسائل تجارية. المرأة بالذات المرأة بالذات اقيم من ان تقيم وانها تبقى سلعة على مسرح. فاكرين زمان النخاسة وقت العبيد ما الستات كانت بتطلع مش قوي كده. ليه مش قوي ليه؟ مش لانه هو المفهوم بتاعها مش كده. هو احنا بنحسن احنا مش بنحسن بنحسن بس المسمى. زي ما نقول اشطر بنت احلى بنت اجمل بنت في ايه؟ في الادب وفي الاخلاق وفي شكلها وفي نظافتها وفي ترتيبها. هو بيختاروا بالادب والاخلاق ولا بيختاروا بالشكل؟ لا هو المفروض انهم بقى لهم 4 شهور بيجهزوا في الكلام ده. هو انت معاهم لا انا عم لا 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 انا عم اشوف الراي والراي الاخر وجهه النظر. هم مين اللي بيقولوا بقى؟ انا ليه بالواقع المسابقه بتتعمل في 6 ايام واوبا هوبا شكه باتا والسبوبه تمت. طيب انا نفسي البنات يحافظوا على قيمتهم. ما يبقاش الهوس ان انا هروح ملك جمال وبتاع واوقف سلعه كده على المسرح هتقيم والناس تجيب لي من فوق لتحت. ليه يا مين ده؟ مين ده اللي يقيمني؟ انا اللي حد يقيمني يقيم شغلي يقيم ادائي بكفاءتي مش جسمي وطولي وعرضي. اوكي بخلاف بقى انه يعني بس ما بحبش الكلام ده عشان ما بيقولوش بس متدروش وبتاع. بس يعني في حاجات طبعا اخلاقيه ودينيه كمان. لكن طيب.